هيئة المتاحف وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة توقعان مذكرة تفاهم لتمكين ذوي الإعاقة من الوصول إلى مختلف التجارب الفنية والثقافية. ومعي على الهاتف الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة المتاحف الأستاذ إبراهيم السنوسي. حياك الله أستاذ إبراهيم. الله يحييك، أهلا وسهلا. أستاذ إبراهيم، ودنا نبدأ بسؤالك عن ما هي الخطوات الأولى التي ستتخذها هيئة المتاحف بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للمساهمة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة؟ طبعاً أخي الكريم، بداية نحن ممتنين بتوقيع الاتفاقية هذه مع الهيئة. أحد الخطوات الأولى اللي راح نتخذها إن شاء الله سيتم تشكيل فريق عمل مشترك ما بين الجانبين، وذلك لتقييم الوضع الراهن الحالي وتحديد الفجوات المتواجدة في كافة المتاحف. وسيعتمد هذا الفريق على تحليل دقيق الاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تطوير سياسات واستراتيجيات لضمان تكافؤ الفرص وتعزز دمج كافة الكابترانشطة الثقافية في المتاحف للأشخاص ذوي الإعاقة. كيف ستسهم هذه المذكرة في تحسين إمكانية الوصول إلى المتاحف من حيث البيئة المادية وغير المادية للأشخاص ذوي الإعاقة؟ ممتاز. طبعا نعمل احنا حاليا على تطوير مسارات وخدمات كذلك داخل المتاحف تراعي الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويشمل ذلك تحسين البيئة المادية مثل التسهيلات في المداخل والمخارج، وكذلك تطوير البيئة الغير مادية من خلال تحسين المحتوى الرقمي ليكون أكثر توافقا مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، وكذلك حتى نرتقي بالمعايير العالمية الدولية. جميل جميل، شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم، كان معنا رئيس التنفيذي المكلف لهيئة المتاحف، ومساءنا مستمر.